ده كان كويز، تمام. ده كان كويز على الحاجات اللي احنا خدناها. اشرح الكويز تاني عشان الناس اللي هي ما فهمتش من اول مرة، مفيش مشكلة عادي، احنا ممكن نفهم مرة واتنين وتلاتة. لو عندي بقى كلمة subtract from، فكده عندي minus، فكده عندي minus اهو. اللي يجي بعد from هو الاول، ف 3 times a number y معناها 3 times y، يعني نكتبها كده 3y، تمام. ما كتبه minus 8. نيجي بقى للتانية، انا عندي 4 times ال difference، فلازم احل ال difference الاول، تمام. فال difference between mean ال y and 5، يعني y minus 5، اوكي. هما الاتنين هنعملهم times 4، تايمز 4 يعني قبليه بنكتب تايمز 4، فهنعمل كلمة 4 عشان ما تبقاش بقى 4 براكت معناها تايمز. ندخل بقى على الاكسرسايز نمبر 6، وده سهل قوي. اوكي، اول حاجة add 6 to a number x، تمام. add 6 يعني plus 6، تمام. to the number x يعني x plus 6. بعد كده subtract 3 from y، هو from y يعني ال y في الاول، يعني y minus 3. multiply 5 by z يعني 5 times z، احنا قلنا تبقى 5 z او z. divided، تمام. دي بقى ليها شكلين، ممكن اعملها m divided 3 او ممكن اكتبها m over 3. نيجي بقى هنا، عندي بقى عندي ال x اللي مرة تعملها add ومرة تعملها subtract ومرة تعملها times ومرة تعملها divided، فدي حاجة سهلة أوي يعني، خلاص. فده التيبل ده سهل، يعني مثلا هحلكم منها واحدة. مثلا هنا أنا في y add 3 يعني y plus 3، لو minus subtract from خلاص يبقى y minus 7. لو عندي 3 y 3 times y يعني 3 y divided يعني y over 3. نيجي بقى اللي بعدها، ده بيبقى حاجة بقى دبل مع بعضها، عايز symbolic expression ليها. add يعني plus، تمام، يعني دي فيها plus 3 to the double، double يعني 2، double x يعني 2x، حطهم بقى على بعض بقى يبقى 2x، تمام، plus 3. هنا بقى subtract 5 يعني minus 5، double y يعني 2y، يبقى تبقى 2y minus 5. نيجي بقى add 7، اوكي، انا plus 7، تمام. to 3 times z يعني 3 z، حطهم على بعض بقى يبقى 3 z plus 7. subtract 3 يعني minus 3. half a number، كلمة half a number يعني half times the number يعني times x، او x over 2، الاتنين زي بعض، اوكي. فهنا half a number يعني half x، اوكي، minus 3. بعد كده add 6 يعني plus 6. one third يعني 1 over 3، اوكي. a number z يبقى z، يبقى الإجابة 1 over 3 z plus x. يبقى half، أنا بس just بحط ال half جنب ال x، اوكي، ماشي يا نور. وبعد كده third يعني نحط بقى third جنب z، كأنها 1 over 3 times z يعني، خلاص. عشان كلمة of دي معناها times، يعني معناها 1 over 3 multiply ال letter اللي اسمه z، فدي تبقى third z. هي برضو كتبتها برضو z over 3، كل ده إجابات صح، اوكي. وده كان ال homework، تمام. في بقى ال homework subtract 8 from a number، سهل قوي طبعا. نمبر حط بقى نمبر من دماغك بقى، واي اي بي اي حاجه بقى، ما دام هو قال a number وخلاص، فهنحط بقى اي رقم من دماغنا بقى. في بقى مثلا a minus 8. بعد كده add 5 to the third times of a number، تمام، يعني 3 times يعني 3 مثلا 3y plus 5 تبقى 3y plus 5. half a number يعني half مثلا half x، اوكي. add 4 يعني plus 4. بعد كده one third a number يعني 1 over 3 a number مثلا اي حاجه b، اوكي. subtracted by 6
7 يعني minus 7. نيجي هنا double a number يعني 2، 2 أي حاجة 2y. اوكي add 7 يعني plus 7 تمام. نيجي بعدها 3 subtracted from 3 times a number يعني مثلا 3x minus 3. twice يعني 2 2 times يعني the sum of the number and 3 دي بقى اللي احنا زي خدناها النهارده يعني x plus 3. عايزين بقى ال twice بتاعها يعني هنا في 2 difference اللي هو الماينس اوكي of the 3 times a number and 1 يعني 3x minus 1. عرفناها ازاي من كلمة difference اللي هي زي subtraction خلاص. وقلنا ال sum بيجي مع ال plus، ال difference يجي مع ال minus، product يجي مع ال times، ال quotient يجي مع ال divided by. وده كان ال homework. اوكي نيجي بقى ناخد حاجة تانية جديدة. اوكي عندنا ورك شيت هناخد هوم ورك عليها. اوكي الورك شيت 6 نيجي بقى الورك شيت 7. اوكي المرة دي بقى ايكوال بقى حاجة بقى. تمام يعني x is the quotient of the 3 by المرة دي عندي ايكوال في equation و equal. تعال نشرح لكم بقى ايه موضوع ال equation و equal. نجيب النوت بتاعتنا نكتب مع بعض يلا في النوت. لو انا مثلا رحت اشتري مثلا بن شيرت اي حاجة اشتريها مثلا فيبقى تمنها مثلا 1 2 3 اي تمن مثلا. فلو شريت حاجة واحدة مثلا الحاجة مثلا بنمبر 5 دينار 5 باوند 5 دولار تمام وشريت حاجة واحدة بس يبقى 5. لو شريت بقى حاجتين يبقى 2 تايمز 5. لو شريت بقى ثلاث حاجات بقى يبقى 3 تايمز 5. معناها كل مرة بعمل تايمز. اوكي طيب دي بنسميها ايه بقى؟ ال x وال y بنسميهم variables. الحاجة بقى اللي هي ثابتة بنسميها constant تمام. وتعال نشوف ايه حكاية بقى constant و variables. يعني مثلا لو عندي نكتب مع بعض 5y ال y دي بنسميها variables. يعني أي مرة أقول لكم variables معناها letters يعني variables. اوكي والفايف دي بقى حاجه ثابته بقى اسمها ايه نوميريكال او اسمها كونستنت. يبقى النمبر اسمه كونستنت والليترز اسمها فيريبلز. اوكي طيب ايه بقى الشكل اللي قدامي ده ايه 5y. فمثلا لو انا راح اشتري حاجة انا ب 5 فنرسم اي حاجة كده مثلا ويكون عليها مثلا 5 اي حاجة. اوكي دي تمنها 5 سنت مثلا. اوكي او مثلا دي حاجة مثلا اي حاجة مثلا طبعا دي 5 اوكي. فبيقول لي بقى x equal 5y. ال y ده البرايس بتاع الابل تمام. ده البرايس بتاع 1 ابل وده بقى البرايس اللي انا هدفعه. اللي قدامنا ده اللي هو x equal 5y دي اول مرة حاجة تعدى علينا زي كده ودي اسمها بقى equation. اوكي
بفهم منها لو انا عايز اجيب الاكس بكام، فاعمل بقى الواي تايمز 5. يعني مثلا انا هشتري 1 ابل يبقى 5 تايمز 1. لو هشتري بقى 2 ابلز في الحالة دي بقى البرايس اللي هدفعه كام؟ يبقى 5 مالتبلاي 2 يعني ايكوال 10. يعني في الحالة دي هدفع 10، يعني الاكس في الحالة دي هتبقى كام؟ 10. طيب لو انا بقى محتاج بس اشتري منها 5 ابلز، يبقى 5 مالتبلاي 5 ايكوال 25. في الحالة دي برضه اكس هتبقى 25. فعشان كده سميناهم variables. variables يعني متغيرات بقى، يعني الفايف هي اللي ثابتة، تمن الحاجة دي ثابت، البرايس الأصلي كده ثابت، تمام. يعني البرايس مش الواي بقى، البرايس اللي هي الحاجة الثابتة اللي هي constant ده، واللي بيتغير معايا الواي ده، الواي ده كده النمبرز اللي أنا بشتري منه، يعني كام واحدة يعني. خلاص الحاجات دي في الأول بتبان إن هي صعبة، لكن هي حاجات سهلة أصلا. أوكي طيب تعال نعرف ناخد حاجة مثلا تانية أصعب شوية وفي نفس الوقت إن شاء الله تفهموها. أوكي لو عندي x equal 2y plus 1، وقلنا بقى هنشيل ال y ونحط مكانها مثلا 5، يبقى الاكس ايكوال كام؟ دي حاجة اسمها substituting، يعني انا بشيل الواي اللي موجودة هنا وبحط مكانها 5، تمام. يعني كده الاكس ايكوال 2y. يعني ايه 2y؟ يعني 2 multiply y، هنشيل الواي بقى نحط مكانها 5 plus 1. يعني كده الاكس ايكوال كام بقى؟ 2 multiply 5 يدينا 10 بلس 1 هيكون كام؟ 11. يعني كده الاكس هتكون ب 11. دي امتى ده؟ لما الواي تكون ب 5. طيب تعال ناخد على نفس الاكزامبل، هو بس هنشيل الواي ونحط مكانها حاجة تانية. دلوقتي لو الواي اوكي هنشيلها ونحط مكانها ايه بقى؟ واي ايكوال 4، ولا خلينا حاجة أكتر شوية، y equal 7. ساعتها بقى x تبقى بكام؟ هنعمل substituting لل y، هنشيل ال y ونحط مكانها 7. يعني ال equation اللي عندي شكلها x equal 2 y plus 1، تعال نكنسل ال y ونحط مكانها 7، فيبقى 2 y على 2 times y، يعني 2 times 7 plus 1. 2 times 7 14 plus 1 15، فالإجابة تبقى ايه؟ 15. وده كان الدرس التاني، تمام، كل دي الأفكار بتاعته فيها، بس فكرة صغيرة عايزين نفهمها. اتفضل فكرة تاني قولها لكم. مش كده بقى احنا خلصنا؟ لو عندي مثلا two brothers او two sons مثلا، أو اي حاجة مثلا، اي اتنين صحاب مثلا معاهم 20، يعني the sum of two numbers is 20. One of them equal 12. واحد منهم 12، يبقى التاني هيبقى كام؟ تمام؟ فأكيد التاني هيبقى 20 times 12، هيبقى الإجابة 8. خلاص طيب نيجي بقى لو أنا كتبت بقى one of them
is y. هنا ناسي كلمة some. sum of two numbers is 20، واحد منهم y، يبقى التاني كام؟ يبقى the second is، واطلب مني بس الإجابة. طبعا أنا شرحت لكم بال 12 عشان تفهموا إحنا جبنا الإجابة لقيت منين. عملنا 20 minus الرقم، فهتلاقيها تبقى 20 minus y. طيب لو كان بقى the difference، احنا اتفقنا difference يعني minus، difference between two number sorry the difference between two numbers okay يعني الماينس بتاع اتنين numbers الديفرنس بتاعهم بيكون ايه؟ مثلا is 20 تمام؟ 1 of them هديكم بقى الرقم عشان تفهموا is يعني عملت ماينس الرقمين وطلع واحد فيهم ايه؟ طلع مثلا ان هما الرقمين الماينس بتاعهم 20 اوكي؟ ورقم فيهم 40 ناخد حاجة غير 40 لو 50 مثلا الكبير دلوقتي 50 يبقى التاني كام بقى؟ يعني 50 ماينس حاجة اديتنا بقى ايه 20 يبقى 50 ماينس كام يدينا 20 يعني 50 ماينس كام يدينا 20 ماينس 30 تمام فأكيد الإجابة هنا 30 طب انا جبتها ازاي بقى سيرتي عملت ايه عملت ده وده بلس يعني 20 بلس الموجود هنا مثلا كان اكس او واي عشان يدينا بقى الكبير اللي هو 50 فهو بقى لو اداني الجريتست نمبر تمام وعايز الصغير يعني قال لي مثلا ذا جريتست وان اوف ذيم از 50 وده الجريتست تمام اجيب بقى التاني ازاي بقى صغير ازاي وان اوف ذيم از greatest وكمان ايه مثلا y is greatest and y بس اسمه y فكده بقى الإجابة بتاعتي بقى هتبقى بقى 20 plus ال y اوكي شوية السؤالين دول صعبين لكن يعني هما مش بيجوا دايما بس احنا عايزين نفهمهم